سر المعجزات. سر المعجزات. مساءكم سعيد، اسمي لينكن بيونغ. أعتقد من الجيد تواجد المسلمين في مواجهة الغرب المسيحيين الذين هم أنانيون ومغرورون، ولأن الغرب المسيحيين أثرياء ومتطورون ينظرون نظرة استعلاء للهندوسيين والمسلمين والبوذيين، والمسلمون يشكلون أكثر من 40 دولة، فيما يشكل البوذيون أكثر من 10 دول، والهندوس القليل فقط. ولا أحد تجرأ على مواجهة المسيحيين، فقط المسلمون هم من تجرأوا على مواجهة المسيحيين. الأخ قال عاطفيا أن الغرب المسيحيين ينظرون بدونية للمسلمين والبوذيين والهندوس، ولا أحد تجرأ على مواجهة المسيحيين الغربيين باستثناء المسلمين. أخي، الأمر يختلف قليلا، ما تقوله صحيح، ليس كل المسلمين قادرون على مواجهة العالم الغربي، هناك فقط بعض المسلمون الذين يفعلون ذلك، ومنهم مثلا دكتور محاضر محمد. ليس كل المسلمين لديهم الجرأة، وأنا شخص لا أقف كثيرا في صف السياسيين، هنالك القليل من السياسيين الذين أحترمهم، ومنهم دكتور محاضر محمد. وأتذكر لما تقابلت معه لأول مرة قبل عدة سنوات في أبو ظبي، وكنا نتناقش، وقال إذا العرب أوقفوا تبعيتهم أو تعاملاتهم بالدولار، أمريكا ستأتي على ركبتيها في الحال. هناك القليل من السياسيين الذين أهتموا لهم، ومنهم الملك فيصل. ملك السعودية كان لديه الجرأة، أتذكر عندما تقرأ سيرته الذاتية، وعندما اكتشف النفط قال دعونا نعقد الاجتماع في الصحراء، وقال حينها لما كان الغرب لا يولي المسلمين قيمة في ذلك الوقت، قال لهم الملك فيصل: نحن بدو، نحن عرب، يمكننا العودة للصحراء، ماذا سيحدث لكم إذا توقفنا عن مدكم بالنفط؟ وأعتقد أن واحدة من الأقوال التي قالها الدكتور محاضر محمد وهو أنه لو كان يملك السيطرة على النفط الذي يملكه العرب كان لا يحكم العالم. وقد قلت في محاضرتي: هل الإرهاب حكرا على المسلمين؟ وهو أن أكثر أعمال الإرهاب هي بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب السياسيين. لقد افتعلوا كل هذه المشاكل. في الإسلام لا نؤمن بالنظر باستصغار للآخر بسبب اللون أو العرق أو الجنس. في الإسلام لا نؤمن بالنظر باستصغار للآخر بسبب اللون أو العرق أو الجنس. يقول الله في القرآن الكريم في سورة الحجرات رقم 49 الآية 13: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ليس لإحتقار بعضكم البعض، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المعيار الوحيد للحكم بالنسبة لله سبحانه وتعالى، الطريقة الوحيدة ليكون الإنسان في مرتبة أعلى من إنسان آخر، ليس بالثروة أو اللون أو المهنة أو الجنس، بل هي التقوى. في الإسلام لا نؤمن بعلو شخص على آخر بسبب الثروة أو اللون أو المهنة، بل بسبب التقوى. أوافقك تماما أن العالم الغربي